اللي بيحكي لك انه هذه سلاله جديده واللي بيحكي لك هاي السلاله تصيب الاطفال اكثر من البالغين لسه ما بلشناش. يعني انا بتحدث فيها على اعلان لي ثلاث ايام واليوم منظمه الصحه العالميه الصباح قالت بانه هاي السلاله ولو انه كلمه سلاله خطا علميا راح نتحدث عنها الان لا تشكل اي خطر او هلع ولا مسوغ لهذا الهلع اللي حصل في بريطانيا. يا دكتور ده بدي اقاطعك اسمح لي انا بتسكروا مطارات ما هو لا تحيرونا لا تحيرونا احنا كناس اليوم يا سيدي بريطانيا بتعلن حاله اغلاق وبتقيد الحريات وبتغلق مطاراتها والعالم يغلق مطاراته تجاه بريطانيا لا بدنا حدا يروح ولا بدنا حدا يجي ودول محيطة تغلق مطارها بالكامل وبعدين بنقول هاي السلالة لا تؤثر وبنحكي 70% نسبة انتشار إضافي بعدين بنقول لا عادي يا اخوان مشوها ما هو هذا 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 سبب هذا نوع من انواع الارباك يا سيدي. هذا هو ما نريده من حضرتكم على قناتكم المحترمة على برنامجك الشهير يا أستاذ محمد. إحنا عشان هيك لماذا نخرج على القنوات؟ مش عشان إحنا نصلح الإشاعات يا سيدي. الطفرة التي حصلت على فيروس كورونا في جنوب بريطانيا وجنوب شرق بريطانيا اكتشفت من شهر 9. نحن لا نعرف يعني مش جديدة علينا. إحنا سميناها VUI 2020-12-01 هاي موجودة من شهر 9 ولكن من شهر 9 إلى شهر 12 هي زادت من 100 إلى 100 ألف حالة زادت ل 400 إلى 100 ألف يعني زادت 4 أضعاف. ثم اللي جعل العلماء ويعني أصحاب القرار في بريطانيا أنه يعملوا هاي الإغلاقات الاحترازية أنه كان في لندن 25% من الحالات من هاي الفيروس المتحور صار في شهر 12 ثلثين أكثر من ثلثين الحالات من هذا الفيروس المتحور. فاللي صار بأنه بريطانيا أخذت إجراءات احترازية بأنه عملت مكاني محدد وهذا مصوغ يا سيدي. احنا دائما بنقول انه استراتيجيات الوبائيه انه نعمل اغلاقات محدده زمانيه او مكانيه، وين المشكله؟ لكن لم يثبت يا سيدي انه هذه او هذا الفيروس المتحور قد زادت شراسته، زادت ادخال الناس الى المستشفيات او زاد عدد الوفيات. طيب يعني بريطانيا في كمان اسباب ثانيه؟ نعم يا سيدي، احنا في بريطانيا موجود اللي عاش في بريطانيا بيعرف انه كثير من السكان هم من كبار السن، هم من السكان اللي بيكونوا ساكنين في دور رعاية المسنين، هذا لا ينطبق علينا. طب ليش سكروا المطارات معهم في دول اوروبية؟ لانه يا سيدي الدول الاوروبية اللي سكرت المطارات وجدوا هاي السلال او مش سلال هذا الفيروس المتحور عندهم، فبرضو اغلقوا لمدة اسبوع اسبوعين حتى يتأكدوا من السلسلة الجينية وبانه هذا الفيروس ليس اشد ضراوة. وهذا يعني يعني يا دكتور انا مش متاكد انا اليوم ما بعرف هذا الفيروس اشد ضرر ولا لا. انا اليوم ما بعرف انه ما عندي وقت من شهر بتقول لي من شهر 9 موجود ما حدا حكى عنه بشهر 9 عشان نكون منطقيين. والارقام اللي ذكرتها في تضاعف عدد الاصابات لدوله كالاردن مقلق جدا.